بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الشيخ الصغير والشيخ كرم صافي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله، حفظك الله ورعاك أيها الشيخ الصغير، جزاك الله خيرا يا كرم.